والله سلامتكم جميعا. ودعي انا بقى لا مسلم واحد الموجه يعني ودعي انا بحلم يا رب. لا اله الا الله نسي اسلم. سلامتكم جميعا. انا راح اسمع عندكم اظنه مثل اليوم الجمعه الماضيه الله اعلم او السبت. الله الله ولا ادري والله من رحت وانا ماني بطيب من عندكم منا هم والله خذوني ونزلوني في المستشفى. ايه يبغى له يومين يبغى له يومين يومين ثلاثه. الله الله لا ما عليك بتيسر امورها. هم نزلوني في المستشفى الله ما ادري كم الساعه احنا في الليل احنا في الليل اي على طول. واول ما اعطوني دخلوني في المستشفى وعلى طول سووا لي اشاعه قال الدكتور على طول الان عمليه في نفس حزتها. الايام اللي قبلها قالوا بنسوي لك العمليه ذي قلت ماني مسويها بس سوي لي تفتيت فتت الحصى ذا وهو بنت اتصبر لين يظهر ويسر الله الامر. ثاني يوم سبحان الله انتكست الحاله. الله الله دخلوني الساعه 9 غرفه العمليات وفيها ال 11 اتوقع او 10. انا والله ما ادري متى رحت انت رحت يا رجل منا قبل الساعه 8 دخلني غرفه العمليات الساعه 8 عصير عصير صارت كم عمليه يا ابو لا المغرب ثلاث هي مهم عمليه واحده ثلاث اي لا المهم يعطون فيه ابر يعطونك اياها مهدئه لان وجع الكلى هو ثاني حاله طبيه بعد القلب في استقبال المستشفيات. انت اللي معك كلى؟ اي حصى حصى حصى. المهم دخلوني في العمليات واول ما جيت عند الدكتور قلت له دكتور انا في وجهك ابعدني من المواصير هذه حقه البنج اللي تدخل في الحلق. هو بنج كامل على طول بنج كامل لا 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 قلت اذا في حل ولا سوي لي بنج موضعي لان هذه بتجرح حلقي باخذ لي شهر وجع لاني قادر اسولف ولا اغني. قال بنعطيك بخار جهاز بخار جديد اريح لك وما يضرك ان شاء الله. قلنا الحمد لله. دخلني غرفه العمليات ومن يوم حط الجهاز ده على وجهي قالوا تنفس. والله ما اذكر انا تنفست ولا ما تنفست يا رجل على طول. وطلعوني الساعة أظن 9 و10 المهم اني طلعت متأخر من العمليات وخلوني في الإفاقة. دخل علي أخوي وحنا في الإفاقة أو زي كذا لا تخلي نصيحة مني يا رجل لا تخلون أحد عندكم. إي هذا سؤال. أيوه وش هدريت بعلمنا بعلومك. أنا قايل أطلع علومك اللي أنت هدريت بها. سؤال بعدين تكفى بس بقول لك حاجة واحدة بالله وش رأيك أنا ماني بعنصر سعادة جيت وقلبت الدنيا وخلصتها قصيد وسؤال متى؟ شوف الحين الحين هلا بالله تكفى يا فقرة تكفى يا فقرة هلا هلا مضبوط المهم أنا سألته من السؤال ذا وش قال لك أخوك محمد عقب العبد. والله إني أتحرس دايم وأحرص اني في الافاقه اكون في غرفه الافاقه ما اطلع منها لين اصحصح. لانك لا طلعت ما صحصحت يصير مثل مصل الحقيقه يعطونك اياه تعطي علوم ما ودك اسولف لك تعطيني ما في عشان كذا انا يوم عمليتي ها ما خليت احد يدخل علي قلت الدكتور لحد القناه كانوا موجوده وصوروني فاستعجلوا خروجي من الافاقه فدخل علي محمد اخوي وعشان يطلعوني. هو يوم دخل علي قمت اعطيه انا من السواليف اللي مكبوته لها سنين حد يدري عنها. والله العظيم ما جبت شيء في قريته حوله لا لا القريه ما لها الا 20 يوم المدي لها سنين بعضها لها 10 سنين. هذا ترى امرك في اسرار يا اخي كل شخص له اسرار في خاطره ما يدريها ما اعلم بها الا الله شايف القلب اي والله. ولا محمد يوم استرسل اظن قاعد يسالني وانا مرد فيه استانس الحمد لله انا الحمد لله انا في اخو ما راح بعيد. الله الله المهم طلعوني في الغرفه ما في مجال يعني احنا نعرف بعض من الامور هذه. محمد لا لقاء مع اخوي محمد ايه يتكلم عنه. الله الله خذ روحك اكثر الله يجيبك اليوم كل اخواني ابشرك لا 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 كلهم معاكم انتم اي ابشرك ما عاد الا تجارك بحلو وصلت يا رحم يا اخوان المهم اهدى المهم ان صحصحت ولا لا القناه باقي موجودين كانوا موجودين القناه في المستشفى ولا والله انهم قد صوروني وقد ولا ادري اصلا كيف طلعت في التلفزيون انا اقولها في خاطري انا وش السالفه ولا وش لا لا ما بين شيء ولا مو طيب ابشر الحمد لله. المهم خلصنا طبعا هم ايش سووا؟ هم سووا لي منظار وركبوا لي دعامه مثل لي سبحان الله من الكلى لان كان فيه حصى سبحان الله وقفت في بدايه الحالب لا اله ودخلت في راس الحالب بعدين انشبت هي المتفتته المنظار المتفتته الاولى اي بعدين انشبت فقفلت فقامت الكلى تكبر تتضخم ما في وصار الضغط كله على الكلى اليسرى. انا يوم رحت المستشفى وجعي كله في الكلى اليسرى اللي ما لها شغل اللي ما لها شغل ليه؟ لانه زاد الضغط عليها مشدود الحالب منضغط كل شيء منضغط سبحان الله يا رجال
إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد له بالسهر والحمى. فقالوا لازم الآن لأن الكلى خلاص ملتهبة ومضخمة ومدري إيش. فركبوا لي هذا من الكلى مل. والله أنا لو تشوفنا في الإشاعة شيء غريب. ملتوي وسط الكلى وماشي وملتوي وسط المثانة. وجع يا رجيل ما يعلم به إلا الله. والله إني ما أرقد أربعة أيام إلا بالمهدات. يقولون خلها شهر. قلت والله العظيم لو تموتوا شيلوها مني يا ولد أحس بشيء في عمري مهم مني. من شيء غريب. الدعامة ولا وش؟ الدعامة ذي. الدعامة اللي هي اللي تفتح المجال. إيه اللي مثل اللي خاطر. الكيسي شفت الكيسي حق البيض. إيه. اللي يجي فيه فتحات. مثله. الكيسي إيه. الحديد الماسور. الله الله. المهم خذيت لي أربعة أيام وأنا ماني بطيب. جاء ثالث يوم وقلت طلعوني من المستشفى يا ولد أنا خاطري ما عاد بطيب. وما أعلنا ولا صورت ولا حاجة ما بي لأن نفسيتي صفر يا ولد الوجع والإبر والدنيا نفسي ضارب. وقناتي بدائم هي في التلفزيون ما هي موجودة عندي في التلفزيون في المستشفى. وثلاث عمليات ولا كان بشوفه واضح حك واستانس. ثلاث يا مقرن. إيه هذه العملية الثانية اللي أنا أسولف فيها. العملية الأولى قبل ما أجيكم وأتعب. العملية الأولى تسجيل مداري هم ظهرنا بعد ايش اسمه العمليه الثانيه. ايه كان امس الصباح. والتصوير اليوم هو التصوير اليوم حق امس حق امس. اي بس ما طلعوه لكم الا اليوم هم. المهم قلت طلعوني ماني طلعوني بروح البيت. رفض الدكتور. قلت والله لو تقول ما تقول شليت اللي في يدي ذا وطلعت من المستشفى ورحت البيت. ولا الدكتور يقول ما انت بصابر ارجع. قلت عاد انا خفت اني خليت لي درب راجع. قلت يا دكتور الوضع هنا ما هو مريح انا ما انا مرتاح. هذا متى الحين انا بمكيفات المستشفيات وهذه ما لها وزنيه يا اخي تبهذلك. بعدين سرير المستشفى الحاله تعب نفسي مشهد. طلعت رحت البيت خذيت يوم ولا والله ماني بطيب. يا ولد ارقد على جنبي ذا ما اقدر ارقد على جنبي ذا ما اقدر اوقف امشي مصيبه. جاء اليوم اللي عقبه اللي هو امس يوم الساعه 7:30 لا والله اني مسنترن عند غرفه الدكتور. افتح ملف والله اني اتعكز اني يلا امشي لكن ما علمت احد راني منسرق من البيت الصبح. لدرجه وجعها اي مصيبه وجع الكلى والله من شدته. والله ما تدري هو في يدك ولا في رجلك رايك من شدته. ودي والله هنا يخم والله بعض في شباب هنا اي معنا. الله يستر. الله يكفيكم الشر. الله انه مصيبه ان شاء الله. اول واحد الله يكفيك. المهم اني جينا ولا يجي اسلم اسلم حجاك اسلم الله اكبر اللي يبغى ينقز حلقي يا ري اسلم ما زحي الربع اسلم. يوم جيت عند الدكتور وشافني وهو يضحك قال لي جابك الوجع. ها يقول جابك الوجع يضحك علي الدكتور. قلت له والله جابني. سوى لي اشعه وقال يلا الحين عمليه. لاني علمته قلت يا دكتور انا وضعي كذا وكذا انا في برنامج ووضعي شوي كريتيكال يعني ما يبغى له اهتمام. هذا امس الساعه 9 الصباح الساعه دخلت على الدكتور الساعه 8 قال يلا الحين جهزوه ونسوي له عمليه الحين حار بحار. لاني جيته وجهي يخلع يا رجل والله العظيم سبحان الله يا ولد امس ما تغير فيني شيء بس شال الدعامه تغير وجهي عيوني اي يا ولد المرض يوضح. ابشركم اني نزلت كيلو بعد يا ابو عقبال عشر والله عقبال عشر بني ادم غريب يصبر عليك العصر غير انقطاع ادرات الدوس والله الحين الا بدراها انقطاع ابو عبد الله ما بهلا لا ما بهلا لا خبز جبن اسلم وين ابو دخلني غرفه قريب قريب بجي دخلني التنويم وقالوا ذا الحين ودقوني بالابره اي انا بروح اشيل معك قال لها ما توقع يد حد منكم يا ابو ابره الموت خذ راحتك الابره اللي محلوله طويله اي عذاب اللي يدورون العرق يتبعون العرق موت وسخيف اي اسولف للشباب اقول والله انهم يحطونها في يدي يا رجل هم اني اتصبر ما اقدر فاقوم احرك يرجوني من الوجع ولا ابغى ابيلها مشكله يا اخي رجال شنب ولحيه ودقك مرضى وتقوم تلوى عندها تصيح صيحه قسم بالله لا ما انت مثلي فتصبر وحط حيلي كلها على رجولي قسم بالله يا رجلها خلصتها. طبعا المشكله وش انا يدي ما العروق ما هي واضحه صغار اي فيتعذبون فتحطها كذا يعني تطلعها وتردها كذا عرفت العذاب؟ كانها تخيب اي والله يوم خلصت يا رجل ولا فراشي كله اللي كان تحتي كنت انا منسده دافع برجل دافع على السرير اي والله من الوجع من الوجع لا اله الا الله الله يعنك قالوا الساعه 11 عمليات كم جاء الساعه 11 قالوا غرفه العمليات زحمه الساعه 4 قلت نعمه الحين انا ما رقدت من الوجع وجيتهم اعطوني ابره قالوا عشان ترتاح بعدين قالوا عندك عمليه الساعه 11 فما رقدت يوم جاء الساعه 11 قالوا عمليتك الساعه 4 ما جاني النوم هي عمليتين ولا ثلاث ثاني هذه ثالث عمليه اللي اتكلم عنها لا غرفه العمليات يقولون فيها زحمه
جلست للساعة 4 وانا اتلوى ارقب بس المرضة ذي بسوق على شوفها المشاهد ابغى تقول ادخل العملية شوي لا والله انهم جايين يوم جاوا لاني متجهز وانقز فوق السرير قلت ودوني غرفة انا ابغى اشيل لها بالهيبة اشهد البني ادم اي والله العملية تفك الدعمة بس دخلوني غرفة التحضير هذه للعمليات خذوا من المعلومات حقت البنجم البنجم اول ايه اول ما دخلوني في غرفة العمليات اعطوني محلول او ما ادري وشو يا رجل وانا برد ثلجت تحس تدري وش تحس به